وناخد اول تليفون معانا. ام احمد اهلا وسهلا. عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه بس اكلم الشيخ. اتفضلي يا حبيبتي وعلي صوتك. حاضر. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ليا واحده صاحبتي متجوزه من 16 سنه، بس في مشاكل على طول بينها وبين جوزها، وبيشتمها في شتيمه مش محترمه يعني، وبيقول عليها برضه كلام، وهي اصلا من الاول هي متجوزه، كانت متجوز قبل كده ومعاه عيل يعني، هي ربته كان عنده 3 شهور، ومراته الاولى ما رضتش تاخده يعني، فهي خدته وربته له كده، وهو العيل عنده زي 15 سنه النهارده، فبيقول دي مش امك، ومبهدلها، ومره اتكلمها لحد ما كسر سنها، وهي غضبانه عن بيت اهلها. ايوه معلش يا ام احمد، عندي سؤال، هو عمل فيها كل الحاجات دي ليه؟ هو بيشرب ماشي؟ بيشرب بيشرب، وعلى طول الشتيمه من بص يعني، الشتيمه ما ينفعش الواحد اصلا. طب هو بقاله كام سنه يا ام احمد؟ بقاله كام سنه على الحال ده؟ نعم؟ بقاله كام سنه على الحال ده؟ انا 16 سنه، وهي غضبانه، اللي هي غضبانه في بيت اهلها يعني. طب هي بعد 16 سنة، بعد 16 سنة عاوزة ايه؟ بصي يا ام احمد، الشيخ بيسألك، هي متجوزة من 16 سنة تمام، لكن هو بيضربها وبيشتمها وبيعمل معاها الحاجات دي على طول على طول من يوم اتجوزت؟ وكانت تفضل ومثلا ياخد عيالها من وراها وما اعرفش ايه، فهي بتضطر ترجع عشان خاطر عيالها. يعني هي خلفت منه برضه، يعني هي ربت ابنه وخلفت منه. هي ربت ابنه، كان عنده 3 شهور وربته، بقى عنده 16 سنة معاها 3 عيال منه، ومعاها 3 تانيين راكب غير بينه وبينه، وهو بيقول هي غضبانه، قال عليها كلام مش محترم، وقال لا يعني ما ينفعش كلام يتقال يعني شرفها يعني عامه، ماشي؟ هي مش عارفه تعمل ايه. اهلها قالوا لها ايه طيب؟ نعم؟ اهلها لما راحت لاهلها قالوا لها ايه؟ هي اهلها مش عايزينها ترجع تاني، بس هي هو بياخد عيال منها، عندها عيل عنده 5 سنين، هو واخده معاه بقاله كام يوم، هي مش عارفه ابنها فين، وابنها التاني اللي هو مش ابنها يعني، قال له دي مش امك، ويروح دور على امك، ومشي. مشي؟ هي مش عارفه تتكلم مع 10 عيالين بس، وهي مش عارفه تعمل ايه. عملوا ايه؟ مشى ابنه الكبير؟ نعم؟ مشي يعني ايه؟ مشى ابنه الكبير؟ قال له روح دور على امك. روح دور. دي مش امك. وهي دي امك كانت دورت عليه، فهو بيسال امه اللي هي صاحبتي يعني، قالت له لا انا امك وانت مالكش يعني، دي انا امك مالكش ام حد غير، هو مش مصدق يعني، خلاص اتشتت مش فاهم يصدق ابوه ولا يصدق امه، مش عارف يعمل ايه. يعني دي قصة عموما، ودي قصة يعني، قصة الولد يعني، طالما بابا قال له اكيد لازم يقولوا له الحقيقة. الولد كان عنده 3 شهور، وهم الاولانيين ما ماشي يا حبيبة قلبي. هو الولد مش ابنها، انا مش سامع. سؤال تاني؟ بره الموضوع، انا عندي التراب بتاعتنا مكتوب بلحت اللي بتبقى تحت عندك الارض. ايه؟ معلش يا ام احمد بتقولي ايه؟ بقول لك التراب عندنا، المقابر عندنا بتبقى تحت اللي تحت الارض، اللحد دي لو احنا زرعنا عليها يعني وعملنا ميه تاذي الميت ولا بصي يا ام احمد انا مش سامعه خالص. انت بتقولي المقابر تحت اللحد يعني؟ لحد، واحنا بنزرع عليها فبنرويها ميه، هتأذي الميت ولا ايه؟ مش عارفه في ميه بتقولي يعني ولا ايه؟ مش فاهمين، مش مفسرين الكلام. سامعاني كده؟ انت بتسألي السؤال التاني على المقابر صح؟ ايوه، احنا بنزرع عندها يعني نخل وكده. احنا ايه؟ بتزرعوا عندها يعني؟ بنزرع نخل وورد وكده. ايوه، عند المقابر يعني صح؟ على التربة على طول، على التربة بيزرعوا على التربة ورد وزرع وحاجات، ولو بتروت مية يعني تعمل حاجة للميت ولا عادي؟ بتروها مية. أيوة. وهو الميت ده تحتها ولا جنبها؟ لا تحتها. تحتها على طول؟ طب انت عارفة يعني ايه لحد ولا لا؟ لحد اللي بتبقى تحت الأرض دي. أيوة، هي أوضة صح؟ يعني بيدفنوا فيها الميت، بس بتنزلوا لها بسلالم كده، واوضه ولا لحد؟ انت عارفه يعني ايه لحد اصلا؟ انا عارفه هي لحد اللي بتبقى تحت الارض. هي لحد طيب بيدفنوا تحت الارض، يعني هم مدفونين تحت الارض وفيهم تراب بس، ما في وفيش حاجه تانية فوقيهم صح؟ ايوه صح. وانتوا بقى في التراب ده تروحوا زارعين عليه وكل يوم تروه ميه.
ينفع ولا ايه؟ اه بتدوسوا عليه بقى وماشيين كده صح؟ اه طبعا. اه طبعا ايه؟ انا مش عارفه صح ولا لا، هي واحده اللي يسال حضرتك بقى. ما انا هقول لحضرتك بس، هي اصل القصه كلها عارفه عكا يعك عكا، يعني اللي هو متجوزه من 16 سنه ومساله كده سؤال ان هي كده أيوة كانها موضوع مختلف. خلينا خلينا كله بقى يعني هتبدا الاولاني ولا بالتاني؟ عايز تجاوب الاولاني؟ انت ايه رايك نبدا بايه؟ نبدا بالتاني نخلص موضوع المقابر. لا يجوز اصلا اللي بيعملوه ده، لا يجوز اصلا الانسان يبدا يدوس على المقابر اصلا. المقابر يا جماعه لابد ان تحترم، ده انا لا يجوز اصلا الا انا اسند عليها. انت عارفه، فبالك بقى بندوس عليها ونزع بقى وبتاع ونحط ميه والميه تنزل على الجثث تحت. يعني نحتاج الى توعيه يعني، اسال الله السلامه. ما ينفعش اللي هم بيعملوه. اه طبعا لا. طيب السؤال بقى الاولاني، السؤال الاولاني ده عارفه عكا يعك عكا برضو، اه المصدر الثالث ده بس بارتيسيبو زي ما بيقول. طب انت سمعت السؤال كويس؟ انا بس عاوز افهم، انا ما سمعتش السؤال كويس، بس انا عاوز اقول ان الولد ده، الولد هي ده اتجوزت من 16 سنه كويس، كان الراجل ده متجوز ومطلق وعنده ولد عنده 3 شهور، مامته سابته ومشيت تمام، فهي ربته كانه ابنها ماشي، ورجعت خلفت من الراجل 3 تانيين. اه اصغر واحد فيهم عنده 5 سنين وده الكبير 16. فلما هي كل ما كانت تيجي يضربها وتمشي وتغضب يروح واخد ولادها ويقولها مش هتشوفيهم تاني فترجع. المره دي بقى ضربها جامد وكسر سنانها وراحت لاهلها قالوا لها ما ترجعلوش تاني، فقال لها خلاص مش تشوفي ابنك الصغير اللي عنده 5 سنين ده تاني، والولد الكبير اللي عنده 16 سنه اللي هو ابنه اصلا راح بقى بوظ نفسيته وقال له دي مش امك امشي يلا من البيت، وطرده من البيت وقال له روح دور على امك. انت عاوزه من ايه واحد مدمن؟ مش طبيعي طبعا. أيوة انت عاوزه ايه من ابنه؟ فهي بتقول الولد بقى راح يسالها هو انت مامتي ولا لا، قالت له لا انا امك وسيبك منه، بس الولد مشتت. فهم برضو المفروض يقولوا له الحقيقه ولا ايه؟ طبعا يعني خلينا بس ان الولد في كده كذا جزئيه. اه الجزئيه الاولانيه اللي انا صابره 16 سنه وعشان الاولاد والحكايه والروايه وهو بيشرب وبيضرب وبيهين وبتاع، واحنا قلنا ان الضرب يا جماعه والاهانه كما يقول فقهاؤنا عليهم رحمه الله لا يفعل ذلك الا رعاع القوم. يقول لك ده انسان يعني من عارف اللي هو التافه السفيه، الراجل اللي هم يقول لك دول الرعاع، هم اللي بيسبوا، هم اللي بيشتموا، هم اللي بيضربوا، هم اللي بيهينوا زوجاتهم، دول اسمهم رعاع القوم. وبالتالي المراه احنا عندنا في الفقه الاسلامي كده، وانا دايما اقول ارجعوا للمصادر، سيدنا الشيخ الدردير في الشرح الصغير على أقرب المسالك بيقول لو أن الرجل سب زوجته بأبيها شتمها، يروح يا بنت كذا يا كذا، مسكها ضربها، فقالوا هذا من الضرر اللي هو يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لهذا الضرر حتى لو لمرة واحدة. طبعا احنا بنقولش مرة يعني، بنقول نصبر نشوف لعل ربنا يهديه، لكن 16 سنة، 16 سنة وهي راضيه بذلك، هي راضيه بذلك. فانا ما اعتقدش ان في حد بيرضى الاهانه الا لسبب قوي اللي هو بتقول عشان خاطر الاولاد. طيب هل هتصبر واقف في النهايه بعد ما ضربها في الاخر عشان الطفل الصغير الخمس سنين اللي هو بدا يهددها كمان يعني بالمساله دي؟ انا بس عاوز اقول للناس احنا عندنا حاجه اسمها قانون، يعني الناس لا تغفل الا انا عندي قانون، وانت حاضنه حتى لو طلقتي ومحدش هيقدر يعمل لك حاجه، فلا نغفل عن ذلك يعني. لكن على اي حال هل هتصبري ولا لا تصبري؟ انت بقى لو شفتي بقى خلاص انا ولادي انا يقدروا يعتمدوا على انفسهم والحمد لله العيال الصغيرين كبروا وبتاع وما الى ذلك، فنقدر لنا اطلق لاني مش قادر اعيش مع الراجل ده، فهذا حقه. لكن مساله الطفل الثاني ده اللي هو بقى عنده 15 سنه ده من حقه انه يعرف مين ابوه ومين امه، لازم يعرف ان انا فعلا انا اللي ربيتك. لكن ما ينفعش، وبعدين الاصل ان الكلام ده من بدري ناخده تدريجيا، اللي هو ما يجيش بعد الولد بقى لما خلاص هو هيطلع بطاقه، طب امك مين؟ فهيتصدم، فلازم كده كده لازم يعرف 15 سنه يعني طلع بطاقه خلاص، فهو لازم يعرف مين امك، فما يجيش يصدم يا جماعه فيبدا يحصل له حاله نفسيه وتدهور نفسي. وبالتالي الاصل ان هم اتاخروا في قضيه ان هم يعرفوا دي امك ولا مش امك، وبس هو الاب عرفها له بطريقه وحشه، ما ده غلط. وهي كمان غلط ان هي تقول له لا انا امك، انت ما تصريش على كده، قولي له فعلا مامتك الله اعلم موجوده ولا مش موجوده، ومن حقه ان هو يتعرف على امي، فين امه اصلا؟ لازم الولد يعرف امه فين، ويبدا يحاول بقدر الامكان ان هو يتقرب من امه الحقيقيه، ويبدا ياخد منها بعض معلش يعني هو يحتاج الى حنان الام، والله اعلم امه دي هو ممنوع منه ولا مش ممنوع منه، ما هو لازم برضه يعرف امه فين. لكن الزوجه دي غلطانه، غلطانه في ايه؟ ان هي تصر لا انا يا حبيبي امك، طب لما يجي يطلع بطاقه يعمل ايه؟
انت صدتيه خلاص. يعني هو لو في 13 سنه 12 سنه تربيه وحاسس ان انت امه بالموقف ده، لما يجي يطلع بطاقه ام فلان ما هتتكتب الاسم، فهيقول لك ان انت بتكذبي وانت ضحكت عليا، يقولوا له الحقيقه. فالولد هيحصل له عنده حاجه اسمها انتكاسه، انتكاسه نفسيه رهيبه جدا جدا، فلازم الولد ده يعرفوه الحقيقة. طبعا يعرفوه الحقيقه. وهي بقى تعمل ايه؟ انا ارى بعد القصه الماساويه طبعا تخليها مع اهلها وتطلب الطلاق. راجل مدمن وقليل الادب وبيهزقها وبيضربها وبيهنها وبيسيب، وعلى فكره قال الكلام خاض في شرفها وعرضها، دي قضيه ثانيه. هو دلوقتي بيهددها باولادها، لكن وقت الجد هو مش ما انا بقول لا نغفل ان انا عندي حاجه اسمها قانون أصلاً. انا مش قاعد في دوله الغاب في دنيا الغاب، انا عندي قانون، ما حدش يقدر يا جماعه، انا عندي قانون. طيب